حاجه جديده والسد اللي كان واحد مجهود كبير وفارق يعني اللي كان بدا به كان يكون واحد الخدمه صعيبه بزاف. كان يشوف صايب على الجيش اختار مهدي الخمال استاذ تعليم ثانوي التاهيلي بثانويه ابي عباس سبتي التاهيليه، مؤطر ومنسق نادي الابداع والابتكار، ويعني مشرف المتعلمين اللي ابتكروا لنا العصا الالكترونيه. جاءت الفكره اواخر شهر اكتوبر كفكره، يعني نادي الابداع فتح المتعلمين الافكار موازيه الى جانب التدريس ديالهم. جاءت الفكره يعني اننا كيفاش نساعدوا الاخر، فجاء الابتكار من طرف المتعلمين ديال اولى باك علوم تجريبيه ومن طرف المخترع شفيق بوعيد، فكره ديال العصا الالكترونيه لفائده الزميله ديالهم خلود اللي كتخرج في نفس المؤسسه وفي نفس المستوى. العصا الالكترونيه الذكيه اللي كتستشعر عن بعد وكتديتيكتي اذا كان الجماد كتعمل صوت، اذا كان الانسان كتعمل صوت اخر. في اواخر شهر مايو المنصرم تقدمت العصا الالكترونيه تحت اشراف المديريه الاكاديميه والمديريه الاقليميه في حفل في عبد الله قنون. وهذا العصا الالكترونيه اللي استقبلنا رئيس الجهه واكد ان غيكون ان شاء الله واحد نسخه معينه للفئه المكفوفين في العالم القروي. وإضافة إلى ذلك كاين النظارات الإلكترونية اللي غنشتغلوا عليها يعني في الموسم المقبل إن شاء الله. السلام عليكم، معكم محمد تفيق بوعيط، طالب 78 سبت بطنجة، قائد فريق الابتكار ورئيس نادي الإبداع. هذه الفكرة هذه جاتنا أننا باش الناس المكفوفين كيفاش تخليهم يندمجوا مع الحياة اليومية ومع المجتمع ديالنا وما يبقاوش يواجهوا مجموعة ديال الصعوبات. والحمد لله توفقنا في إنتاج هذا المشروع هذا، وإن شاء الله مازالين واحد مجموعة ديال المشاريع لأنهم يخليوا مجموعة الفئات ماشي مكفوفين فقط، بالعكس الناس اللي محتاجين والفئات اللي محتاجة أننا كيفاش نعاونوهم. كاين مجموعة الأفكار وإن شاء الله غادي يتم الإنتاج ديالهم ونكونوا عند حسن الظن ديالكم. هذه الفكرة هذه العصا الإلكترونية جات بفضل التلميذة خلود اللي كانت واحد شخص ملهم باش أننا نخترعوا هذه العصا هذه. وكانت يعني هي الطاقة الإيجابية، كل ما كنشوفوها كل ما كنزيدوا أننا في الإنتاج والحمد لله. أبا خلود السبتي 20 سنة كنقرا مدرسة أبو عباس السبتي، كنشكر بزاف التلاميذ هذو اللي اختاروا هذه العصا هذه، وصراحة فرحوا لي بزاف يعني فاش قالوها لي فرحت بزاف صراحة، حيت عاد تفيدنا بزاف في حياتنا يعني صراحة ما نقدرش نوصف الفرح ديالي، فرحوا لي بزاف، شكرا ليهم بزاف. وما تنساوش تابوناو معنا في لاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.